لحقتي تزهق؟ هانت، مش قاعد فيها كتير. انا واخد مراتي وابني واغور من هنا خالص، واحتمال ما ارجعش تاني اصلا. براحتك، حياتك وانت حر فيها، بس تقدر بقى تقول لي هتقول لابنك ايه لو سالك وقال لك عملت ايه للبلد؟ اوعى تزعل من نفسك لو ما لقيتش اجابه، يبقى قول له سبت البلد وهربت.